سحب سهلاوي ودفع هذه الكرة باتجاه سالم عبده. سالم مر وسالم بكرة ركلة جزاء للأخضر يا عيني. وين كل هذا يا سالم؟ عساك سالم في مساحة ضيقة مر عدت سالم ولمسة جميلة من سالم الدوسري ولمسة يد وركلة جزاء وطرد يا حكم وطرد يا حكم. الآن فرصة للرابع. خلصنا ملف كوريا الشمالية. أعطوني أوزبكستان اليوم، أعطونا أوزبكستان من اليوم. متحمسين متحفزين منتظرين متألكين ونظهر بعض من إمكانياتنا. كوزمن ثبت على هذه الطريقة وعلى هذا الأداب. نعم الفريق الكوري الشمالي ضعيف بعض الشيء مقارنة بلاعبينا ولكن مهم الانتصار. نواف الرابع عند العابد، الرابع عند العابد إن شاء الله مع هذه الركلة. ثلاثة الأخضر واحد كوريا الشمالية. نواف بالرقم 20 ومحاولة للأخضر رقم 20 من كان يحمل. أنت تعرف نواف قبل غيرك. الآن فرصة للرابع من نواف العابد من علامة الجزاء. يتركبها الكل ينتظرها الكل. نواف العابد الرابع تدخل يعني تدخل يا نواف. ارمي سهامك يصيب أريد أن أحلف ولكنها شيء مما يملكون، شيء مما يملكون وليس هذا كل ما يملكون. نواف من علامة الجزاء ضاعت ولكن أرادها، أرادها بالرغم عن الحارس الكوري. برافو نواف وبرافو تيسير في اللقطة الماضية. متابعة مهمة رباعية. ارمي سهامك بالرقم 20. من يصيب السهام؟ ياسر، ياسر الكاسر اللي نتم